السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نتناول فيها مجريات اليوم الثاني للمشاورات اليمنيه في السويد. إذن لليوم الثاني تتواصل مشاورات السلام اليمنية في ضاحية رومبو في الدولة السويدية، ووفقا لمصادر في غرفة أخبار المشاورات فإن اجتماعات اليوم الثاني تهدف لمناقشة إجراءات بناء الثقة التي تتركز على ثلاث نقاط: ملف الحديدة والملف الاقتصادي، إضافة إلى الملف الإنساني الذي يشمل الأسرى والمختطفين والإغاثة. ملفات ليس من السهل بمكان حسمها في بضع جلسات، لأنها تتعلق بتفاصيل أكثر تعقيدا على الأرض. فبينما تتشاور الأطراف في السويد، ثمة توترات عسكرية تشهدها الجبهات، وأي تصعيد سينعكس بالضرورة على المشاورات. المبعوث الأممي مارتن جريفيث كان واضحا في كلمته الافتتاحية أمس حين قال إنه لا يبالغ في التفاؤل لكنه سيكون طموحا، لكن لا أحد يعرف حتى المتشاورون أنفسهم إلى أي حد يمكن أن يكون سقف هذا الطموح. في حلقة اليوم من زوايا الحدث نناقش جديد المشاورات في يومها الثاني في محورين: الفرص المتوفرة لإحراز تقدم يذكر في مسار المشاورات، والتحديات التي يمكن أن تعيق أي إنجاز يمكن أن يتحقق عمليا. قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. مضى يومان منذ انطلاق مشاورات ستوكهولم في قلعة جوهانسبرغ بشمال العاصمة السويدية، وسط تغطية إعلامية مكثفة ورقابة دولية لن تضمن على ما يبدو مضي الأطراف نحو الأهداف النهائية للسلام. تهدف هذه المشاورات وفقا للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التوافق حول إطار ناظم للمفاوضات، المفترض أن تنطلق ما أن تنتهي هذه المشاورات غير المباشرة في إقرار هذا الإطار، وذلك للبحث في قضايا الحل الأساسية وفي مقدمها تنفيذ الحوثيين لقرارة الشرعية الدولية فيما يخص الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء آثار الانقلاب، ومن ثم المضي نحو تنفيذ الشق السياسي المتصل بتشكيل حكومة وفاق وطني تدير مرحلة انتقالية تنتهي إلى انتخابات رئاسية معامة. لا يبدو أن الطرفين جاهزان للتوصل إلى توافق بشأن أكثر نقاط المفاوضات المقبلة تعقيداً، ما قد يعطل قدرة هذه المشاورات على التوصل إلى تصميم إطار متفق عليه لهذه المفاوضات على نحو يقوض آمال المبعوث الدولي والأطراف الدولية التي ترغب على ما يبدو في دفع الأطراف إلى إنجاز تحول جوهري في مسار الحل السلمي للأزمة والحرب في اليمن. حتى هذه اللحظة لا تزال مهمة الوفدين تنصب حول نقاط متصلة بخطوات بناء الثقة، والتي تشمل التوصل إلى إقرار آلية لتنفيذ الاتفاق الشامل لتبادل الأسرى والمعتقلين والذي سبق وأن وقع عليه الطرفان، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في كافة مناطق البلاد. وتشمل هذه النقاط أيضاً الوضع العسكري في مدينة الحديدة وتسليم الحوثيين لميناء المدينة، وفك الحصار الذي يفرضونه على مدينة تعز، ومسألة توريد الأموال إلى البنك المركزي بعدن، وصرف المرتبات للموظفين الذين يعملون في مرافق ومؤسسات خاضعة للميليشيا، بالإضافة إلى إعادة الرحلات إلى مطار صنعاء. ويبدي المراقبون شكوكهم إزاء جدية الحوثيين في الذهاب إلى أبعد من تنفيذ بعض هذه النقاط في ظل إصرارهم على عدم تسليم الحديدة ومينائها إلى الحكومة. ودافع هذا القلق يأتي من كون خطوات بناء الثقة قد صممت لحماية سلطة الأمر الواقع التي أسسها الحوثيون في محافظات شمال البلاد الواقعة تحت سيطرتهم منذ انقلاب 21 سبتمبر عام 2014. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. إذن يعني اليوم الثاني للمشاورات اليمنية في السويد، برأيك إلى أين تتجه المشاورات في ضوء ما تعرفه من معلومات؟ يبدو أنه العراقيل لا زالت كبيرة أمام إنجاز حتى فيما يتعلق بقضايا بناء الثقة، وخاصة قضية الأسرى الذي أعلن بأنه تم الاتفاق على تبادل الأسرى، ولكن يبدو أنه لا زال هناك عقبات ستظهر في تفاصيل من هم المعتقلين. وهناك أخبار من أن الطرف الحكومي يقول بأن الحوثيين وضعوا قوائم لأشخاص غير موجودين لديهم، ربما بعضهم يكونوا إما غير موجودين بالفعل أو أنهم يكونوا قد قتلوا في المعارك السابقة، وبالتالي
هناك مشكلة في تحديد من سيفرج عنهم ومن من لن يفرج عنهم، رغم أن الاتفاق ينص على أن اتفاق أن يتم الإفراج بشكل كامل عن جميع من لدى السلطة الشرعية ومن لدى الحوثيين بمن فيهم المختطفون والمحتجزين لأسباب كثيرة منها ليس لها علاقة بالحرب، يعني كناشطين أو صحفيين أو معارضين أو حتى أبرياء، مجرد أنهم وقعوا في الأسر وقعوا في لدى الحوثيين، إضافة إلى المشاكل الأخرى والقضايا الأخرى مثل قضية مطار صنعاء وقضية رواتب الموظفين. هذه القضايا طبعا هي معالجة لآثار الحرب، يعني لمشاكل الحرب، وليست معالجة لمشكلة الحرب ولا لنتائج الحرب. وبالتالي إذا كانت هذه القضايا التي تبدو في ظاهرها سهلة لا زال هناك تعقيد وهناك مشاكل في حلها، فكيف هو الأمر حين يتعلق الأمر بنقاش حول ما يسميها المبعوثة الأممية، إطار نهائي للحل؟ والإطار النهائي للحل معنى أنه اتفاق على خطوط عريضة للحل، وهذا أمر غير ممكن والظروف غير مهيئة للحديث عن أي حل في الوقت الراهن. نعرف أنه في مشاورات الكويت لم يتفق المشاركون في تلك المشاورات على جدول الأعمال حتى نهاية المفاوضات، معنى أنهم ظلوا إلى آخر لحظة دون جدول مفاوضات، جدول أعمال للمفاوضات بشكل واضح. نعم، لكن يعني هناك في تصريح للمبعوث الأممي يوم أمس ويقول أنه يعني لن يكون مبالغ في التفاؤل، ولكنه سيكون يعني طموحا، يعني من خلال معطيات كثيرة، ما فرص النجاح المتوفرة لهذه المشاورات؟ إن استطاع المبعوث الأممي في هذه الجولة التوصل إلى حل مشكلة مطار صنعاء ورواتب الموظفين التي تبدو والأسرى، إذا استطاع الثلاثة القضايا هذه التوصل لحلول، يكون قد نجح جزئيا، بمعنى أنه يكون قد حقق اختراق لم يحدث منذ بداية المفاوضات منذ ما بعد الحرب. إن لم يستطع، معنى ذلك بأن الجهود كلها فشلت، لأنه إذا كانت هذه القضايا الصغيرة لن يستطيع التوصل لحلول فيها، فكيف بالقضايا الكبيرة؟ نعرف أنه موعد المفاوضات المقرر أن يعني تنتهي في يوم 13 ديسمبر الحالي، بمعنى أنه لم يتبقى إلا عدة أيام، وحتى الآن ليس هناك من بوادر للحلول، بما في ذلك الحل الذي أعلن قبل المفاوضات وهو قضية الأسرى والمعتقلين. نعم، لكن أيضا يعني هل يمكن أن تخرج هذه المشاورات يعني بإنجاز ولو بسيط، يعني قد يبنى عليه لمشاورات قادمة، يعني بمعنى أنه يكون تأسيس لمرحلة قادمة من المشاورات؟ هذا ما يأمله المبعوث، ما يأملهم الوسطاء الدوليين الآخرين، أن يكون أي إنجاز مهما كان بسيط أن يساعد على بناء الثقة وأن يساعد على حل المشاكل الأخرى. لكن طبيعة الصراع وتعقيدات الصراع تشير إلى هذه قضايا فرعية، تعتبر ليست القضايا الجوهرية، حتى لو تم التوصل لها هذه هي قضايا بتعالج الأعراض الجانبية للصراع ولا تعالج الصراع وجذوره ووسائل حلوله. وبالتالي حتى لو تم التفاهم في هذه القضايا، لا أعتقد بأن القضايا الجوهرية سيكون هناك اتفاق. نعرف طبيعة المتصارعين وطبيعة الشرعية هي ركيكة وليس لها وجود حقيقي، وليس هناك تمثيل لما يسمى شرعية، يعني ليس هناك مشروع للشرعية. أين هي سلطة الشرعية هذه التي ستذهب لو كانت الشرعية فعلا تسيطر لديها عاصمة ولديها جيش كامل تحت سيطرتها، والرئيس وأفراد حكومته يمارسون السلطة من هذه العاصمة بشكل فعلي، لذهبوا بنقاط قوة حقيقية، ولكنها عبارة عن شبح لشرعية لولا الدعم الخارجي لانتهت
وتقوضت في ايام يعني شرعيه. لكن سيد عبد الناصر، وزير الخارجيه الشرعيه وزير الخارجيه خالد اليماني يقول انه لولا تعاون الشرعيه لما يعني وتقديم التنازلات لما يعني نجحت هذه المشاورات. يعني هل تعتقد من خلال هذه التصريحات ان الشرعيه عازمه على يعني تقديم تنازلات اكثر في سبيل ايجاد حل للازمه؟ يعني هي الضغوطات فعليا على دول التحالف، لانه القضايا الرئيسيه مثل قضيه مطار صنعاء والمرتبات الموظفين، هذه قضايا هي بيد التحالف، بمعنى هو من سيدفع رواتب الموظفين وهو من سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء بشكل من الأشكال. والضغوط على السعودية والإمارات كبيرة في الوقت الحالي، بينما الشرعية هي عبارة عن خيال وينفذ في النهاية ما تريده دول التحالف، وليس بيده الأمر، لأنه من بيده الأمر هو من بيده القوة، من بيده النفوذ الفعلي. وكما ذكرت، هذه الشرعية ليس لديها نفوذ فعلي في مناطق التي هي خارج سيطرة الحوثيين. نعم، بالنسبة ل يعني الإنجاز، هل يعني تعتقد أو تتصور أن تخرج هذه المشاورات ولو بإنجاز ما يتعلق بمطار صنعاء والمرتبات وأيضا مسألة الحديدة والميناء؟ يعني هل يمكن لهذه المشاورات أن تخرج ولو بهذا الحد من الإنجاز؟ الحديدة هي موضوع لا يمكن الوصول إلى حل. الحديدة الوضع فيها معقد، والوضع فيها لا يمكن الحوثيين أن يقبلوا باشتراطات التحالف بأن يخرج من الحديدة وأن يسلم الميناء. هم الحوثيين يقولوا بأنهم قابلين بإشراف دولي محدود، بينما تظل المدينة ويظل الميناء تحت سيطرتهم فعليا. في نفس الوقت القوات أصبحت متداخلة وأصبحت قريبة من الطريق الوحيد الذي يربط الحديدة ببقية اليمن، وبالتالي هناك إغراء عسكري لإنجاز ما. في المقابل هناك أيضا تداخل كبير في خطوط التماس يغري أيضا الطرف الثاني وهم الحوثيين بأن أيضا يشنوا هجمات وأن تكون هناك معارك ربما كبيرة. لهذا السبب الحديدة علينا أن نستبعدها في المرحلة الحالية ونعود إلى القضايا الأبسط والأسهل، وهي قضية مطار صنعاء. قضية مطار صنعاء المقترح أن يتحول إلى مطار محلي، بحيث أن الشرعية ومطارها هي التي تتحكم بمن يدخل ومن يخرج من اليمن. وهذا الحل يبدو حل معقول وواقعي إذا تم الإصرار عليه من قبل الطرف المفاوض باسم الشرعية. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. ينضم إلينا الآن الصحفي وجدي السالمي من غرفة أخبار المشاورات، مشاورات السلام في السويد. مرحبا بك سيد وجدي، مساء الخير. مرحبا بك، يا مساء النور كريم. اهلا بك. يعني سيد وجدي، حدثنا عن اجواء اليوم الثاني للمشاورات اليمنية في السويد. اليوم الثاني بدأ كان يوما صعبا على المفاوضين. طبعا عقد المبعوث الاممي جلستين منفصلتين، كانت الجلسه الاولى مع وفد الحكومة الشرعية، طرح على الوفد ملف أو بناء الثقة المتمثل بالملف الإنساني، فتح الممرات الإنسانية، رفع الحصار على محافظة تعز، ميناء الحديدة، مطار صنعاء. ناقش هذه النقاط أو هذه المحاور مع وفد الشرعية، وكان القدير في ما طرحه وفد الشرعية على طاولة المبعوث الأممي هو قضية محافظة تعز، حيث تحدث إلينا الكثير من أعضاء وفد الحكومة الشرعية إلى غرفة أخبار المحادثات اليمنية حول أنهم جاءوا إلى هنا، قالوا نحن جئنا إلى هنا لمناقشة الأزمة الإنسانية المتمثلة بشكل أساسي برفع الحصار عن تعز وعن ميناء الحديدة، وأيضا حول تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى محافظة تعز. وأكدوا بأنه لا يمكن القفز إلى الملف السياسي أو الملف العسكري دون
وضع حلول لهذه المحاور أو دون الحل للملف الإنساني. نعم. واعتبروا أن تجاوز الملف الإنساني يعد تعمد في استمرار الأزمة الإنسانية للشعب اليمني. نعم. بينما عقدت في الجلسة الثانية مع وفد جماعة أنصار الله أو طرحت نفس المحاور وما يتعلق ميناء الحديدة، ما يتعلق في مطار صنعاء، لكن على ما يبدو بأن تصريحات رئيس وفد الحوثيين لبعض القنوات الأخبارية أجل جلسة كان من المقرر أن تكون مع الوفد الشرعي وهي الجلسة الثالثة التي أجلت إلى يوم غد. نعم نعم معك. إذن ابقى معي سيد وجدي، سأعود لأكمل معك، ولكن سأشرك معنا في الحديث من السويد عضو الوفد الحكومي للمشاورات السيد علي عشال. سيد علي مساء الخير. مساء النور عزيزي. أهلا بك سيد علي. يعني على ضوء ما جرى أمس واليوم، هل تعتقد أننا يعني نتجه فعلا نحو الحل؟ الحقيقة أن الحديث أننا متجهون نحو حل نهائي للإشكال أو المعضلة اليمنية أو الأزمة اليمنية، أعتقد أنه حديث وتفاؤل في غير محله، على اعتبار أننا إلى الآن ومن خلال جولات سابقة الانطباع الذي ترك عندنا من جولة جنيف الأولى وما تلاها في بيل وثم لقاء الكويت ثم التعثر الذي حصل في جنيف الأخيرة يعطي دلالة ومؤشر هام أن الجماعة الإنقلابية إلى الآن لم تستطع أن تتجاوب مع أبسط المفردات التي كانت تطرح في كل اللقاءات السابقة. وخذ على سبيل المثال أن موضوع ملفات بناء الثقة كانت مطروحة منذ أول لحظة، وهي إجراءات تتعلق بالوضع الإنساني، لم يتم التجاوب معها في الجولات السابقة وكانوا يسوفون ويماطلون، بل أن أتذكر أنه في بيل الثانية طرح موضوع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا والمقتطفين وغيرها، وكانت مبادرة من الحكومة اليمنية أنها ستسعى لإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين ومن يعني ذكروا في القرار 22-16، ومع ذلك لم يتجاوبوا معنا حتى وصلنا إلى هذه المحطة وبدأت قدر من الانفراجة بالتوقيع على يعني اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا وكل الذين يعني سجنوا أو وضعوا تحت الإقامة الجبرية حتى على في عقاب الحالة الإنقلابية. نعم. إلى الآن، ومع ذلك نرى أنهم إلى الآن يعني في تحديات تقف دون هذا الأمر حتى بعد التوقيع في مسألة التنفيذ. إلى الآن الوفد الحوثي لا يستطيع أن يتعامل بوضوح مع المرجعيات التي أشار إليها المبعوث الأممي في كلمته البارحة، والتي أشار إليها بوضوح أنه هذه الجولة من المشاورات أيضا تستند على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي مخرجات الحوار الوطني وفي القرارات الأممية وفي الصدارة منها القرار 22-16. هذه المرجعيات لا يؤمن وفد الحوثيين بالتعاطي معها بطريقة إيجابية وبطريقة صادقة. إلى الآن المحددات العامة لحوار حقيقي يفضي إلى معالجات ناجعة وسليمة للوضع في اليمن لم تكتمل معطياته بالشكل الصحيح مع هذه الجماعة الإنقلابية، فبل الحديث عن حل والوصول إلى حل أعتقد أنه حديثا مبكرا. نحن في هذه الجولة إن حققنا اختراقات ونجاحات في ملفات الوضع الإنساني نعتبر أنفسنا قد قطعنا شوطا يهيئ للتعاطي مع الأمور الأخرى. نعم، يعني نفهم سيد علي أنه حتى اليوم الثاني أو نهاية اليوم الثاني من المشاورات لا يوجد يعني إنجاز ملموس في يعني في سبيل الوصول إلى الحل. لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى ذلك. نحن بلغنا وجهة نظرنا في قضايا ست تتعلق بالملف الإنساني، كان يفترض أن يكون لنا لقاء ثاني مع المبعوث، يبدو أنه ألغي في اللحظات الأخيرة وأن الرجل لا يمتلك إجابات عما طرحناه في جلسة الصباح بعد أن التقى بوفد الطرف الآخر. ومع ذلك نحن لن يعني نوغل في التشاؤم، ننتظر الغد
نتمنى أن تحصل انفراجات في بعض المفردات التي طرحت في الملف الإنساني وتكون هناك مصداقية في التنفيذ. يعني سنظل يحدون التفاؤل لأننا إن لم يكن طيب يعني الباعث لنا سيد علي، يعني في ظل أو في ضوء يعني ما هو واضح خلال اليومين التي يعني مضت من وقت المشاورات، يعني ما هي فرص النجاح المتوفرة لهذه المشاورات؟ يعني هذه المشاورات هي مدخل لسلسلة من اللقاءات يبدو المبعوث يحاول أن يهندس لها، وهو يعلم يقيناً أنه لن تستطيع هذه الجولة من المشاورات أن تصل في كل الملفات إلى نقاط اتفاق ناجزة. يريد أن يحقق شيء من النجاحات كما قلت لك سابقا، نحن نقول أنها إذا حصلت ستحصل في الملفات الإنسانية، لكن أعتقد أن هذه المشاورات ستتلوها يعني مشاورات أخرى في قابل الزمن القادم، الوقت القادم إن شاء الله. ولا نريد أن نصل إلى حالة من الإحباط، نتمنى فقط أن تكون هذه الجولة جولة انطلاق حقيقية لتدشين مسيرة سلام في اليمن دائمة، على اعتبار أنه يعني هو أيضا التمني هو هروب من النتيجة الفعلية سيد علي، يعني ربما الشعب اليمني بأكمله يعني مشاورات تلو مشاورات و لا يوجد حل او لا يوجد يعني ما يبعث بالتفاؤل حتى الان. ولكن هناك تصريح لوزير الخارجيه خالد اليماني سيد علي يقول انه لولا تعاون الشرعيه لما كان للمشاورات ان تتم. يعني الى اي مدى تعتقد ان الشرعيه ستقدم تنازلات او ما الذي قدمته حتى الان؟ نحن في ملفات الوضع الانساني نقدم كثير من التنازلات، لأننا نشعر أننا ملتزمين أمام شعبنا كمؤسسات وكحكومة شرعية وكدولة تمثل يعني طموحات الناس في اليمن وتعبر عن فحوى الشرعية التي أولاها الناخب اليمني يعني دعمه في الحالة الماضية، ونحن الجهة التي نتحمل قانونيا ودستوريا أن نكون المعبرين عن تطلعات وآمال وطموحات الشعب اليمني. أعتقد أننا التنازلات التي نقدمها في هذا الملف يعني نابعة من إحساسنا بالمسؤولية تجاه المعاناة الحقيقية التي يعاني منها شعبنا اليمني. مستعدين أن نمضي إلى آخر الطريق في هذا الموضوع بالنسبة لفتح المطارات، بالنسبة ل يعني كل التنازلات هي في الجانب الإنساني، لا يوجد تنازل في الجانب السياسي لدى الشرعية حتى الآن. مسألة التنازلات في الجانب السياسي أخي الكريم، نحن لدينا القرار 2216. نعم. ما زال هذا القرار هو الحاكم لمهمة المبعوث الدولي، وهي تصفية العملية الانقلابية التي حصلت من قبل الحوثيين. فحوى القرار 2216 هي أنه يزيل كل ما استحدث من العملية الانقلابية، تسليم الأسلحة، الانسحاب من المؤسسات، الانسحاب من المدن، تجنيد الأطفال في صراع مسلح، الإطلاق الأسرى، كل العبث الذي حصل في العملية الانقلابية جاء القرار 2216 ليمحو أثره. نحن نعتقد أن هذا القرار في الحل السياسي هو المقدم، بمعنى أننا نتعامل مع الترتيبات الأمنية والعسكرية أن لها محل الصدارة في التنفيذ. يعني نفهم أنه لا تراجع أو لا تنازل عن المرجعيات المتفق عليها. لا تنازل في المرجعيات، إن تنازلنا في نعم، إذا وضحت الصورة سيد علي. المرجعيات لو تم التنازل عنها لأصبح الحوار في طلق لا يحكمه ضابط ولا يحدد من مساره أي معطى قد تم التوافق عليه وصدر من خلال اتفاقات وقرارات دولية. أشكرك السيد علي عشال عضو الوفد الحكومي للمشاورات، كنت معنا من السويد. أعود إليك الصحفي وجدي السالمي من غرفة أخبار مشاورات السلام. يعني سيد وجدي، يعني كيف تنظر لحضور إعلام الطرف الانقلابي؟ ربما هناك حضور متكامل لإعلام الطرف الانقلابي، بينما هناك غياب أو تغيب أو أنه غيب الإعلام الطرف الآخر إعلام الشرعية والموالي له.
للحقيقة حول هذه النقطة لا أمتلك أنا المعلومة حول هذه النقطة محددة، لكن أريد الآن وصلت معلومات من غرفة أخبار المحادثات اليمنية بأنه من مؤتمر صحفي مع حنان البدوي مسؤولة الإعلام في مكتب المبعوث الأممي تقول بأنه تم التخطيط لإنجاز هذه المحادثات في وقت محدود لمدة أسبوع، وأنها قالت بأن كل الأطراف كان الطرح الجلسات معهم إيجابية، وأنه اليوم اجتماع المبعوث الأممي مع الأطراف كان حول مناقشات الوضع الإنساني. أريد أن أنوه أيضا أخي العزيز بأن هذه المشاورات في السويد لن تتطرق إلى المسار السياسي والمسار العسكري بقدر ما تعمل على بناء الثقة في الملفات الإنسانية للانتقال في الكويت في يناير القادم. هذا ما أكده لنا قبل قليل عضو وفد جماعة أنصار الله، لكن الأهم أيضا بأن هناك تصادم في مسألة المرجعيات، حيث أكد لغرفة أخبار محادثات السلام عضو في وفد الحكومة الشرعية بأنه متمسكا في مرجعية الثلاث، بينما يؤكد عضو آخر في جماعة إن شاء الله بأن هذه المرجعية قديمة وأنها لا توسف إلى مجلس إلى مرحلة انتقالية جديدة، وأنه يجب أن يكون هناك مرجعيات جديدة، وهذه نقطة خلاف قد تودي بالمشاورات إلى النهاية. بالضبط. ولكن سيد وجدي هنا سؤال أخير يعني وباختصار لأن الوقت داهمنا، يعني المشاورات لو أتينا على أساس الملف الإنساني، هل تتوقعون لهذا الملف أن ينجز في هذه المشاورات أم أنه يعني لم يحقق شيء في هذا الجانب؟ ما أكده مكتب المبعوث الأممي كما أكدت الوفود هذا، لأن ما يتعلق بالمعتقلين والأسرى ملف يعتبر شبه منجز، حيث تم التوقيع على هذا الملف بشكل نهائي، لم يتبقى إلا مسألة تبادل كشوفات هذوم الأسرى من الطرفين، وهذا ما سيقوم به الصليب الأحمر، دور الصليب الأحمر، كما علمنا بأن الصليب الأحمر سيقوم باستلام كشوفات الأسرى من الطرفين لمعرفة مصير الأسرى، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة التنفيذية. لن تكون أثناء تواجد المتشاورين في السويد، وإنما هي بعد فترة سيتم الترتيب لها. بالضبط. نعم. طيب فيما يخص المرتبات و يعني فتح مطار صنعاء وغيره من الملفات الإنسانية، هل تتوقعون إنجاز في هذا الجانب؟ بما يتعلق بمطار صنعاء، أكدت وفد الحكومة الشرعية بأنه قدم مقترحا أن يفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية تمهيدا إلى فتحه للرحلات الخارجية، لكن جماعة أنصار الله تعتبر ذلك تهربا لفتح مطار صنعاء، وهو نقطة خلاف. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الصحفي وجدي السالمي، عضو في غرفة أخبار المشاورات اليمنية في السويد. ومشاهدينا بهذا القادم نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي عضو الوفد الحكومي للمشاورات الأستاذ والسيد علي عشال، وأيضا الشكر للمحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. وفي ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات معدها الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.